وين أمي؟ أمك؟ أمك؟ يا أمي وش به؟ أمي وين يا خالة؟ أمي وينه؟ أمك ماتت، ماتت يا زيس. هذا الفراق اللي يسمونها فراق، وقسى خبر يمر به في حياته. هذا الخبر موجع وله بينطاق، أثقل من جبال الحجاز وسراته. تخالفت فيها المشاعر والأشواك، وضاقت بها الدنيا وهلع براءته. من حر ما به قام يركض بالأسواق، يعلم اللامة يسوي سواته.